فنجان يمان يفشل في تركيا ويتصدر في الدول العربية. مسلسله السيد الخطأ يروج للرذيلة، وهل سيتم إيقاف عرض المسلسل بقرار من وزير تركي؟ عرضت يوم الجمعة 26 من يونيو من عام 2020 أولى حلقات مسلسل السيد الخطأ للممثل التركي جان يمان، والذي تشاركه في بطولته النجمة التركية أوزجي جولير. جان يمان عاد إلى الشاشة بعد مسلسله الطائر المبكر، ورافقت مسلسل السيد الخطأ حملة إعلانية كبيرة، ولكن تلك الحملة الإعلانية الكبيرة يبدو أنها لم تفلح في جذب المشاهد التركي، فجاءت نسبة المشاهدة ضعيفة ومخيبة للآمال، الأمر الذي جعل محبي الممثلة ديميت أوزديمير شريكته السابقة في مسلسل الطائر المبكر يسخرون من جان يمان وشعبيته المزعومة على حد قولهم، وأن ديميت أوزديمير ليست موجودة في المسلسل لترفع من نسبة المشاهدة. وبينما فشل المسلسل في حصد نسب مشاهدة عالية في تركيا، نجح السيد الخطأ في الحصول على الصدارة من خلال تريند جوجل بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة الأولى عبر شاشات فوكس التركية. وتعرضت الحلقة الأولى لانتقادات واسعة لجان يمان الذي بالغ في العري في المسلسل، واعتبر أنه كعادته يكرس نفسه في شخصية الشاب الوسيم الثري الذي يعتمد على عضلاته وتتهافت عليه الفتيات. الحلقة الأولى تعرضت لانتقادات واسعة، خاصة وجود مشاهد جريئة لا داعي لها في المسلسل، ومشاهد لجان يمان وهو يستحم أو في السرير، والهدف منها جذب المشاهدات المراهقات. وفي مقابل تدني نسب المشاهدات في تركيا، فقد تصدرت الحلقة الأولى قوائم البحث على جوجل في مصر والسعودية، حيث احتل المرتبة الأولى في مصر والمرتبة الثالثة في السعودية. وتعرض المسلسل لانتقادات من وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، وطالب قناة فوكس التركية التي تعرض المسلسل بإيقافه، معتبرا أن المسلسل يروج للرذيلة والعري، ويجب ألا يشاهد أطفالنا مثل هذه الأمور. وتساءل، لماذا دائما تنتجون مسلسلات تافهة؟ والجدير بالذكر أن قناة كانال دي التركية ترفع دعوى تضمينات على شركة جولد فيلم المنتجة لمسلسل السيد الخطأ، لأنها تفاوضت أولا مع قناة كانال دي واتفقوا على الكثير من التفاصيل فيما ذلك الأبطال، العمل والسيناريو، وكانال دي قدمت الكثير من الدعم للشركة المنتجة، لكن قبل توقيع العقد انصدمت القناة من تلقي خبر بيع المسلسل لقناة فوكس. وفي النهاية نشكركم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.